أسقطت روسيا باستخدامها حق النقض الفيتو القرار الأمريكي بشأن استفتاء القرم. الجلسة 7 لمجلس الأمن الدولي حول أزمة أوكرانيا كانت من أجل إثبات عزلة روسيا دوليا، وقطعت الصين التكهنات واكتفت بالامتناع عن التصويت على قرار يعتبر الاستفتاء باطلا، وندد مندوبها بالقوى الخارجية التي تسبب التوتر في أوكرانيا. التاريخ كان حاضرا في الكلمات. المندوبة الأمريكية تحدثت عن ربيعي بودابست وبراغ وعن أحداث أبخازيا وأوسيتيا عام 2008، فيما ذكر مندوب روسيا بأن شبه جزيرة القرم كانت دوما جزءا من الاتحاد الروسي. That up until 1954, Crimea was a part of the Russian Federation. It was given to Ukraine in violation of the norms of that time under Soviet law and without taking into account the view of the peoples of Crimea, who nevertheless remained within a single state, the USSR. That we will respect the will of the Crimean people during 16 March's referendum. صدرت تحذيرات كثيرة من مغبة المضي قدما في الاستفتاء دون تحديد العواقب، وعندما سئلت مندوبة الولايات المتحدة إن كان الوضع في القرم سيؤثر على التفاهم حيال سوريا، نفت وجود قواسم مشتركة مع روسيا بشأن حل الأزمة السورية. We have a whole series of concerns about Russia's position on Syria. Fully independent of what's going on in Ukraine, we have not been able to come together and to see eye to eye on bringing about a political transition. And I think Lakhdar Brahimi's visit here to New York just underscored the deep divisions remain between the United States and Russia. أرادت الدول الغربية امتحانا للموقف الصيني، فأكدت الصين أنها متحالفة بقوة مع روسيا بالرغم من المخاطر من أن الصين معرضة لانقسامات داخلية بسبب الأقليات. نزار عبود، الأمم المتحدة، نيويورك، الميادين.